يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، سمعت أن هناك فتوى لسماحة الشيخ ابن باز رحمه الله يرى أن الوضوء بالماء الخارج من البرادات أن الوضوء به محرم لأنها موقوفة للشرب لا للوضوء، هل يكون الوضوء صحيحا مع التحريم؟ ونحن نقول بذلك، الماء إذا كان معدا للشرب فلا يجوز استعماله للوضوء، أنه استعمال في غير ماء خصص له. نعم. يقول هل يكون الوضوء صحيحا مع التحريم؟ الله أعلم، لكن لا يتوضأ بالماء المخصص للشرب. نعم.